طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أولا يعني نقف الحقيقة بقوة مع طلابنا وأبنائنا الذين يعني اجتهدوا وسهروا ونالوا هذه الدرجات بتقرير الوزارة نفسها، أنك يعني تحصلت على 90% فما فوق، ومع ذلك للأسف الشديد لا يجد قبول في 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 أو مقعد في القبول العام في 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 واحدة من 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 10 أو 20 رغبة كتبها الطالب يعني. وده الحقيقة مأساة كبيرة جدا جدا جدا، يعني أنا ما أدري ما الذي حدث بالضبط، لكن أن يكون هناك يعني هذا الفارق الكبير جدا جدا في 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 قبول الطلاب في النسب، وأن يكون هناك طلاب حائزين على 90% فما فوق ولا يجدوا مقعد للدراسة، هذه مأساة حقيقية. وهذا يعني أنا ما أدري كيف تبرره وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي، وأنا أمامي الحقيقة تقرير وزارة التعليم العالي، صحيح النقطة الجوهرية في المسألة هي أن مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، وأن الدرجات التي والنسب التي يتحصل عليها الطلاب هي التي تحدد نسب القبول. طيب يعني، وانت منذ البدايه في 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 مسائل في قضيه التعليم العام وقضيه النتائج والتصحيح والبوش اللي قاعد يعطوه في 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 في, في التصحيح للكاتيجوريز المختلفه بالنسبه للطلاب، لا سيما والناس كانوا يتكلموا كثيرا على قضايا الظروف التي امتحن فيها الطلاب، ظروف قاسيه جدا، كورونا وفيضانات وغيره وكهرباء مقطوعة تتصل القطوعات فيها إلى 12 ساعة أحيانا، وتأجيل للامتحانات أكثر من مرة تسبب في أذى نفسي كبير جدا للطلاب، كلما استعدوا بدأوا الاستعداد من جديد. فلعل أيضا المصححون راعوا هذه المسألة وحصل هذا، يعني أنا ما أقدر أقول تساهل، لكن هذا طبيعي. عادة أي دولة بتحاول أن تصحح النتيجة تراعي في تصحيح النتيجة قضية النجاح وليس قضية الدرجات العليا التي تتسبب في مثل هذه الإشكاليات. يعني الدفع الذي يعطى للطلاب لتصحيح النتيجة نتيجة البلد في بالذات في الشهادة الثانوية لا يكون للدرجات العليا التي تسبب هذا التضخم والحشد الكبير في الحاصلين على الدرجات العالية. وهذه إشكالية. أنا أمامي هنا شيء عجيب، يعني أمامي يا باشمهندس كلام عجيب، يعني يقول حتى نبين ما حدث فعلا نرجع لمقارنة تراكم الطلاب الناجحين في القسم العلمي أحياء للعام الدراسي 2019-2020-2020-2021. يقول أن تكرار الطلاب الحاصلين على درجة 95% في العام الدراسي 2019-2020 بلغ 68 طالب فقط، بينما نفس الدرجة اللي هي 95% بلغ عدد الطلاب الحاصلين عليها في العام الحالي 527 طالب، من 68 طالب إلى 527 طالب. وكلما نزلت النسبة بنسبة 94 العدد كان 215 في السنة دي 1089، فرق ضخم جدا جدا. يعني أنت تشير هنا إلى بيان وزارة التعليم العالي وهي تبرر موقفها من عدم قبول هؤلاء الطلاب. كده هي هم الآن بيقولوا والله نحن الذي يملي قضية القبول ويملي ارتفاع النسبة في القبول في الكليات المختلفة هي نسبة القبول نفسها، وهي درجات الطلاب أنفسهم، ليس قرار وزارة التربية والتعليم العالي، ليس وزارة التعليم العالي. يلقون بالمسؤولية باتجاه وزارة التربية والتعليم العالي، يلقون باللائمة على وزارة التعليم العام التي أنتجت هذه الدرجات الضخمة والكبيرة لهذا العرض الضخم. نحن نتمنى على الله سبحانه وتعالى يكون أبناءنا كلهم قد نالوا هذه الدرجات بجدارة في الحقيقة، ولأنه أحيانا التحدي يولد
ما عند الإنسان إصرار ويولد عنده دافعية للتحصيل الأفضل، فلعل يعني أبناءنا مع الضغوط التي حصلت يعني أعانهم الله سبحانه وتعالى على أن يتحصلوا على هذه، لذلك لكن هذه حقيقية. لكن هذه النسبة تبدو غير منطقية، يعني من سنة لسنة يكون في عندك أنت 65 طالب فقط أو حسب ما ذكرت 68 طالب، 68 طالب، يتضاعف هذا الرقم ويبقى له 400 وحاجة، يعني هذا رقم يعني فرق كبير، يعني هو رغم أن التعليم وظروف التعليم كلها تدهورت. على كل حال هو هذا الذي كنت أقول، يعني رغم توقعات الناس بأن النتيجة ستكون يعني أضعف من هذا بكثير، طلعت النتيجة بهذا الحجم. يعني لذلك بعض الناس في تحليلهم يقولون، بالذات بعض التربويين، يعني بعض التربويون يقولون أن الدفع الذي حدث والذي يحدث عادة للدرجات الدنيا لترتفع إلى درجة النجاح، هذه المرة الدفع حصل إما للجميع، فأصبح أصحاب الدرجات العليا نالوا دفعة قوية جدا، يعني كان جايب 80 بعشر درجات بقى جايب 90، والجايب 85 بقى 95، وهكذا يعني. فهم قالوا والله هذا الدفع تم للدرجات العليا، وهذا الذي تسبب في تكدس هذه الدرجات العليا إلى هذا الحد بهذا الكم الهائل الكبير. فجماعة فالإخوة في التعليم العام، أنا لا أدري، لكن خلينا نشوف رأي الخبراء في التعليم.